تصور أنك مسافر وبترجع بيتك بعد يومين، وفجأة خطر على بالك أنك تعرف شو عندك أكل في الثلاجة. الموضوع بسيط، اليوم في ثلاجات ذكية ممكن تتصل بالإنترنت وتخبرك شو فيها، وتقول لك بعد أن الأكل الفلاني انتهى صلاحيته، بس بشرط أنك تكون مسجل فيها متى حطيت الأكل، وتكون خبرتها متى كل أكل بتنتهي صلاحيته. بس شو لو قلت لك أن قريباً الثلاجة راح تحلل بنفسها صلاحية الأكل اللي فيها، وراح تعرف أنت متى راجع من السفر، وبالتالي راح ترسل رسالة إلى سوبر ماركت علشان يجيب لك حليب وخبز وخضروات وفواكه، كل هذا قبل ما ترجع من السفر بيوم. هاي البطاقة الائتمانية في المستقبل ما بيكون لها حاجة، لأن الثلاجة بتتبع حق المحل وبتخصم من حسابك في البنك بطريقة مباشرة تماماً. وتخيل لو أنك أنت بغيت تعرف إذا كان في شخص جالس على مكتب أو بالأصح على كرسي المكتب. موضوع بسيط، مع الوقت بيخترعون كرسي ذكي ويبعث لك رسالة على تلفونك إن في حد جالس. لكن تخيل شوية لو أن الكرسي بنفسه يقول لك بالضبط منو كان جالس وكم وزنه وكم حرارته ومعلومات كثيرة جدا. تقول طيب شو الفائدة من هذا كله؟ الفائدة لما هذا الاختراع بيكون في الطائرات وفي الباصات وفي بيتك وفي سيارتك، العالم كله بيتغير من حولك. هذا مش ذكاء اصطناعي، هذا يسمى انترنت الأشياء، يعني كل شيء حتى البشر بيكونون مرتبطين بالانترنت وبكل شيء حولهم تقريبا. تتحول الشركات مثل جوجل إلى أشياء في داخل مش فقط أجهزتنا بل أيضا في داخل أجسامنا. في ولد إنجليزي عجيب اسمه براين ويك، عمره 15 سنة، السنة الماضية قام بزراعة مايكروتشيب في داخل يده. هذا المايكروتشيب عجيب، يعني يزرع في داخل الجسم باستخدام الإبرة. بعد ما زرع الرقاقة براين، لما يلمس تلفونه يفتح على طول، لما يلمس تلفون ثاني ينقل الكونتاكت مايل مباشرة في ذلك التلفون، ولما يلمس باب البيت يفتح مباشرة. الموضوع ترى وايد بسيط، في تقنية اسمها Near Field Communication NFC هتلقونها في بعض الهواتف. هذه التقنية موجودة في هالرقاق. ما بصدقون لو أقولكم أن براين طلبها أونلاين وقام في زراعتها في جسمه من داخل غرفته، يعني لا راح المستشفى ولا راح شركة ولا أي شيء، وبذلك يكون براين هو أول مراهق في العالم يزرع مايكروتشيب في جسمه ويبدأ في التحكم بالأشياء من حوله. في خلال آخر 200 عام شهد العالم ثورتين في عالم الاختراعات غيرتا مسار البشرية تماماً. الأولى هي الثورة الصناعية اللي بدأت باختراع الآلة البخارية في إنجلترا في القرن 18، وبعد ذلك انتشرت في كل أوروبا. رغم القسوة اللي مارسها الإنسان على أخيه الإنسان من أجل أن يرفع الإنتاج والربحية، إلا أن الثورة الصناعية دفعت بالبشرية للمستقبل بسرعة كبيرة جداً. كنا نسافر بالأحصنة، فصرنا نسافر بالقطارات ثم الطائرات، كنا نزرع باستخدام الحيوانات، واليوم نزرع باستخدام الجرافات، وقريباً جداً باستخدام طائرات الدرون. ثم جاءت ثورة الإنترنت في التسعينات، فصار الاتصال وتبادل المعلومات سهل ومتاح للجميع، بل صار اللي ما عنده اتصال بالإنترنت إنسان محروم تماماً مثل المحرومين من الغذاء والسكن. واليوم تبدو ثورة ثالثة تلوح في الأفق القريب، راح تغير كل حياتنا وكل مفاهيمنا. كل شيء تشوفه اليوم من تقدم تكنولوجي راح تشوفه بعد سنوات قليلة شيء من الماضي السحيق، كل هذا بسبب ثورة إنترنت الأشياء. تخيل وانت تسوق سيارتك في الشارع انك ما تضطر انك توقف عند الإشارة الضوئية، وتخيل الشوارع ما فيها زحمة، يا ليت والله. وتخيل انك انت تدخل البيت فتشتغل إضاءة بنفسها، ومكينة القهوة تشتغل بنفسها وتحضر القهوة بدون ما انت تسوي اي شيء. وتخيل يدخل موسم الأزهار فتأتي الشركة المختصة وتغير الأزهار وتروح بدون ما تكلمهم ولا يكلمونك، وفلوسهم بتتحول اوتوماتيكيا عن طريق البنك. كل هذا بيصير لأن كل شيء بيكون متصل بكل شيء، وأيضاً بيكون متصل بالإنترنت. الموضوع بسيط، جسمك متصل بالإنترنت عن طريق مايكروتشيب، لكن متطورة أكثر من اللي زرعها براين،
وكل أغراضك وممتلكاتك كالسيارة مثلاً بتكون متصلة بالإنترنت أيضاً، وأنت كذلك بتكون متصل بهذه الأغراض. الآن لما تركب السيارة وتكون حران ترسل مايكروتشيب رسالة للمكيف علشان يخفض الحرارة، ولأن المايكروتشيب متصلة بجدولك اليومي فإذا مرضت تقوم الرقاقة بإرسال رسالة إلى الناس اللي عندك معهم مواعيد بتقولهم فيها أنك مريض وما بتقدر تشوفهم اليوم. كل شيء حولك تماماً بيكون مرتبط فيك، من العيادة والمستشفى لين غسالة الملابس والفرن والهاتف والكمبيوتر، حتى مصابيح الإضاءة في البيت بتشتغل وبتنطفي بناءً علشان أنت قاعد تسويها. حد بيقول طيب ليش عقد حياتي بهالطريقة؟ خلي نشوف. في يوم عادي تقوم الصبح فتشتغل مكينات القهوة وتحضر لك القهوة المفضلة، خلص شرب القهوة فيشتغل الشاور بحرارة الماي اللي انت متعود عليها، تركب السيارة رايح العمل فتختار لك السيارة الطرق الأقل ازدحاما، مزاجك متعكر مو مشكلة بتشغل لك السيارة موسيقى تعدل مزاجك، أخذت عن موعدك ترسل الرقاقة اللي في جسمك رسالة لمديرك تقول له انك بتتأخر بسبب الزحام، تفتح تلفونك فتيك رسالة شكر من صديقك اللي كان مريض في المستشفى. صديقك هذا لما مرض عنده مايكروتشيب في جسمه، هالمايكروتشيب أرسلت رسالة للمايكروتشيب اللي عندك أنت قالت لها أن فلان مريض، فقامت بطاقتك أنت وأرسلت ورد أبيض حق صديقك. كل هذا يصير بدون ما تفكر فيه أو تتدخل. ماذا عن المدينة اللي أنت عايش فيها؟ تخيل كاميرا ذكية موجودة في كل شارع تراقب الشارع وتجمع معلومات عن الزحام والطقس والحوادث. هذه الكاميرا توصل هالمعلومات إلى مركز بيانات، وبعدين هالمركز يرسل بياناته إلى مركز آخر. تخيل هناك العشرات من مراكز البيانات في المدينة، شيء عن الجريمة وشيء عن الأمراض، وبعدين ترسل كل البيانات إلى مركز رئيس يقوم بتحليل هذا الكم الهائل من البيانات، وبعدين يعطي نتائج واقتراحات للناس بناء على التحاليل اللي خرجت من هذه البيانات. حد بيقول شو الفائدة؟ بعطيكم مثال، تصور انك انت عندك موعد في العمل لكن صار حادث في الدرب، شو اللي بيصير؟ اللي بيصير هو ان مركز البيانات بيرسل رسائل لكل وسائل النقل في المدينة، فبالتالي انت بتك اشارة غير عن بتي حق زميلك في سيارته، انت عندك موعد، فبالتالي بيعطيك السيستم اشارات انك انت تاخذ طرق غير عن اللي بياخذها زميلك. شيء الاخر والجميل، تصوروا تاكسيين فيهم راكبين، التاكسي الأول رايح المطار ومتأخر صاحب التاكسي عن الطيارة، التاكسي الثاني رايح المول ما ورا شيء، التاكسي الأول بتيه إشارة مختلفة لكي يصل بوقت أقل من التاكسي الثاني، وبهالطريقة سيقوم السيستم بإدارة المدينة كلها على أساس فقط يضبط حياة الناس وقت الحوادث. مش هذا فقط، بتكون في المدينة أيضا أجهزة لاستشعار البنية التحتية مثل أنابيب المياه والغاز، وعند حدوث عطل في أي مكان بتوصل رسالة من الجهة المعنية للتحرك فوراً وأصلاح الخلل. الأجهزة الخاصة بشركات الاتصالات والمطارات والشوارع والحدائق والجسور كلها بتتكلم مع بعضها البعض وبتنسق كل شيء متعلق بإدارة المدينة. الشيء الجميل أن هذه الأجهزة بتساهم في التخطيط لنمو المدينة بشكل أوتوماتيكي، إلى جانب تحديد أماكن الصيانة ومواعيدها وتنظيف الشوارع واستبدال الإنارات وغير ذلك من تفاصيل يديرونها البشر اليوم. في 1 أغسطس سنة 2007 في وقت الازدحام المساء انهار جسر في مدينة مينابوليس وسقط في المسيسيبي لخلل في التصميم، ولأن ما حد كان يعرف بهذا الخلل واستمر مرور الشاحنات والسيارات فوقه انهار فجأة، 13 شخص ماتوا و145 أصيبوا بجروح. لكن هذه الحوادث بتكون شبه معدومة مع ثورة إنترنت الأشياء، فاللحظة اللي تبدأ فيها تشققات في الجسر راح ترسل معلومات إلى الجهة المختصة علشان تعمل الصيانة فورا، وراح يقدر مركز البيانات يقول أن المفروض أن الجهة المختصة تغلق الجسر فورا، والناس أيضا بتوصلهم رسائل في سياراتهم
بعدم ارتياد الجسر لأنه يشكل خطورة على حياتهم. حتى السيارات تتغير يا جماعة. تصور أنك أنت تسوق بسرعة جنونية والسيارة قالت لك خفف السرعة، أنت مسرع لكنك معاند ما تبغى تخفف. تعرف شو اللي بيصير؟ السيارة بنفسها راح تخفف السرعة غصبا عنك. تخيلوا كم من الحوادث بنتفاداها بهذه التقنية. المستقبل ما بتكون عندنا مفاتيح مثل هذه اللي نستخدمها اليوم. هاتفك الذكي اللي بيكون عبارة عن مايكروتشيب مش فقط بيفتح باب البيت والمكتب والسيارة وكل شيء، بل أيضا بتقدر أنك أنت تمنح شفرة المفتاح حق أهلك وأصدقائك والناس المسموح لهم بدخول المنزل. حتى الإشارات الضوئية بتكون ذكية، بتتجاوب حسب حالة الشارع والزحمة اللي فيه. فإذا كانت هناك حالات طارئة بتفتح الإشارة اللي جاية ناحيتها سيارة إسعاف أو إطفاء. الأغرب من هذا، لو كان في شخص يسوق سيارته إلى المستشفى لأن زوجته اللي قاعدة جنبه على وشك الولادة، الإشارات بتفتح لهم حتى يصلوا إلى المستشفى. تعرفون كيف بتساهم هالثورة في مجال الرعاية الصحية؟ اليوم الواحد منا يلبس إسوارة، صح ولا لا؟ علشان تقيس نبضات قلبه. مع إنترنت الأشياء في المستقبل، هالإسوارة هذه طبعاً في حال واحد ما حط مايكروتشيب في داخل جسمه، هالإسوارة بتكون مرتبطة بالإنترنت. شو بتسوي؟ بتراقب جسمه وكل المعلومات الحيوية عنه وبتبعثها إلى هاتفه وإلى طبيبه. ولو لا قدر الله صار مكروه، الإسوارة بتبلغ مركز الإسعاف لإرسال السيارة، وفي نفس الوقت بترسل بيانات الشخص حق المستشفى علشان يكون جاهز لما يصل لمركز الطوارئ. لو أقولكم أن فحص القولون بيكون من البيت، عارفون كيف؟ الواحد منا بيبلع حبة صغيرة مثل هذه. هاي الحبة فيها جهاز استشعار وكاميرا تصوير بحجم حبة الأرز، بيبلعها وتوصل القولون وبترسل صور وفيديوهات وبتاخذ العينات المطلوبة. لكن وين؟ بترسلها إلى هذه الإسوارة. الإسوارة هذه بتبعث كل شيء إلى آيباد الطبيب، وبعدين الطبيب يحلل هذا كله وبيطرش حق الإسوارة المعلومات المطلوبة عن نظامك الغذائي وعن الدواء المطلوب. من أغرب الأشياء في المستقبل أن الحمام في البيت بيكون عبارة عن عيادة. كيف يعني؟ لما الإنسان بيستخدمه سيقوم بتحليل فضلاته ومعرفة كل شيء في داخل جسمه. يعني مثلاً هل عنده نقص معادن أو فيتامينات؟ هل عنده التهابات أو تحسس من أكل معين؟ وراح يرسل تقرير مفصل إلى تلفون الإنسان أو إسوارته ويخبره إذا لا قدر الله عنده القابلية أن يصاب بأمراض خبيثة أم لا. يتوقع العلماء أن في عام 2035 بيكون في العالم 592 مليون شخص مصابين بالسكري. اللي عنده السكري يعاني لما يأخذ عينة من دمه علشان يقيس مستوى الجلوكوز، وهو أمر يضايق الإنسان. لكن جوجل إكس حالياً يعملون على صناعة عدسات لاصقة. هالعدسات تقوم بقياس الجلوكوز من خلال دموع العين. تصوروا هالاختراع قد يغير عالم الطب كله وقد يلغي الإبرة من حياتنا تماما. في الحقيقة الأمان هو أكبر تحدي يواجه إنترنت الأشياء. مع ارتباط كل شيء بالإنترنت قد تصبح كل المعلومات متاحة لكل الناس. يعني مثلا هل تتخيل أن شخص معين يخترق غسالتك ومن ثم شبكة بيتك وبعدين سيارتك حتى يصل إلى جسمك عن طريق رقاقة؟ وشو عن الجانب الاجتماعي؟ كيف يمرض صديقي اللي عشت معه طول عمري ولا أزوره في المستشفى وأكتفي فقط بأن رقاقة في جسمي ترسل له باقة ورود؟ لا أعلم كيف بتكون الصداقة حينها، كيف بيكون الحب والعلاقات الأسرية، لكن اللي أعرفه متأكد منه هو أن ثورة إنترنت الأشياء بدأت بالفعل، وبعد أقل من 10 سنوات بيكون حجم السوق العالمي لهالمنتجات أكثر من تريليون دولار. يعني اللي يعتقدون بأن هذه موضة بتنتهي، أحب أقولهم أن هذا هو المستقبل. كل شيء بيتغير، المدن، العمل، السفر، والتسوق والأكل، حتى الإنسان بيتغير، لكن نأمل أن يتغير للأفضل. We'll be right back.